بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في قريبا منهم. ودائما القريب للقلب هو شخصية محببة جدا، بتكون عندها أدوار كبيرة بتقدمها بشكل لطيف، بشكل عاطفي جدا، بيلامس مشاعر الناس، هموم، احتياجاتهم. والأغنية السودانية دائما قريبة لقلب الزول، ودائما الأغنية اللي فيها اللحن المختلف، فيها الكلمة الجميلة، فيها الصوت الرنان، بتكون قريبة جدا. الأذن السودانية دائما تطرب للغنى بشكل عام. الشباب السوداني الآن أصبح عنده محاولات مهمة جدا وجادة جدا، إذا كان على مستوى إعادة توزيع الأغنيات القديمة أو إنتاجهم لأعمال خاصة. جميل إنه لما نلقى شخصية عندها فنون مختلفة، عندها أدوار مختلفة، خاصة لما تكون امرأة. ودائما أنا بقول إنه المرأة السودانية دائما هي عظيمة وجميلة، والشابة السودانية الآن عندها أدوار كبيرة. لما نلقى شابة هي قالت لي يقولي عمرها 26 سنة وبتقدم في مجال التلحين والشعر وكتابة نصوص درامية في مجال السوشيال ميديا، وممثلة، وهي قادرة إنها تجمع ده كله وبتنتج لنفسها إنتاج خاص وبتعيد أغنيات يعني قديمة بشكل جميل. يبقى إنه تستحق مننا إنه نعمل معاها حلقة مختلفة ومميزة علشان نقدر نعرف الإبداع ده كله جا كيف وجا من وين. فأهلا ومرحبا بي، خلينا نقول الفنانة المبدعة الشابة مفاز بشرى. أهلا ومرحبا بك كثير. تسلمي كثير يا أستاذة، وما قصرتي والله. وكل سنة وانت طيبة، وانت طيبة وسالمة. وكل الشعب السوداني بخير وببركة، ويعني يعود علينا العيد كمان وكمان بأجمل الحاجات إن شاء الله رب العالمين، وعلى الشعب السوداني. ومبسوطة جدا، يعني دي تقريبا أول مرة طبعا يعني استضاف في قناة الشروق. دي طبعا دي يعني حاجة جميلة جدا، احنا سعد بها حقيقة يعني. سبحان الله، يعني ما عارفة ليه. من هنا هنبدا يا مفاز. مبسوطه بكم والله كثير، يعني احنا ان شاء الله تكون حاجه ظريفه يعني. اكيد طبعا، اكيد احنا سعيدين انك انت مشرفانا الليله وموجوده معانا، وهيكون في كثير من الاغنيات الجميله ما بين الخاصه وما بين اعاده توزيع اغاني جميله. افتكر الناس هي عايزه تسمع، يعني احنا اخذنا فتره نوعا ما كانت شويه صعبه على الناس، وكان في توقف برضو. احنا هنتكلم برضو عن النقطه دي. الناس محتاجه حقيقه انها تسعد بالمرحله الجايه. وطبعا الرحمه والمغفره لكل شهدائنا. واحنا بنقول انه المرحله دي احنا بنحتاج انه نبدا نعمر ونبدا نقدم ونبدا في مجال الفنون، نقدم للوطن الكثير حقيقه. اكيد طبعا، اكيد صح، دي مسؤوليه كبيره. أكيد. وما بين دودة في الجمال اللي هو موجود عندك، اللي انت طلعتيه في شكل شعر، في شكل لحن، في اعمال خاصه وغيرها. فنحن هنبدا نسمع معك واحده من الاغنيات كبدايه، وبعد كده نبدا حوارنا، رايك شنو؟ ان شاء الله. يلا تفضلي. ان شاء الله. بالغ لكن بالغ شديد دمنه والله غلي مني. جميلة الأغنية، يديك العافية إن شاء الله. وعملتيها كليب. أيوة. والفيديو كليب ما كان في السودان، هو كان برا السودان. صح. إنتاج شكله جميل، مختلف على شكل الإنتاج الغنائي السوداني. بالضبط. أثار شوية جدل كده. أيوة صح، لا شوية شديد. فكده كلمينا شوية عن الفيديو كليب ده. طيب، دي أغنية 4 أيام، هي كلمات الشاعر جهاد عوض الله، وألحان الأستاذ ناصر عبد العزيز، وطبعا موزع الأستاذ الفنان عادل حسن. سلام. بتحسي إنه التوزيع شوية صحيح. غريب. صحيح صحيح. فوزو الفنان شديد طبعا، أنا بحييه من هنا، زول أخوي شديد. لهم التحية كلهم حقيقة يعني. أيوة إن شاء الله يا رب. هي كانت من ضمن الألبوم بتاع 4 أيام. أيوة. وكان يعني أول ألبوم، أنا كنت بعمل أغاني يعني واحدة كله فترة كده. أيوة. ففكرت أعمل ألبوم غنائي وعمل له تدشين يكون كامل كده. جميل. واخترت أغنية 4 أيام. أيوة. عشان أقوم أعمل فيديو كليب، وحبيت صراحة إنه يعني حبيت أعمل حاجة مختلفة. ما أنا هنا الحاجات متاحة. مختلفة وجريئة يا مفاز بصراحة كده. صراحة ما فكرت في الجراءة والله. أيوة. يعني هي فعلا كان في حاجات جريئة مثلا، ويعني نقول إنها هي على مجتمعنا وعلى حاجاتنا ما بتشبه يعني.
هي الحاجات جات كده يعني، انا ما ماشيه عشان انا اعمل الحاجه دي، لكن مشيت مثلا من السودان لمصر عشان اعمل طريقه بتاع التصوير مختلفه وافكار مختلفه. دي الحاجه فعلا اللي انا مشيت لها يعني. اللي هو كان ما بين الاندور اللي هو شغل كانه في استوديو بالضبط كده. بتغني كفنانه بتغني، وانه في شغل درامي بالضبط موجود كده. اللي هو كان في حاجه بتاعت ستيج كده تقريبا، صح، وفي وانوار مشاهد لايتس وكده. تمثيليه بسيطه في ايوه ايوه فدي عملت، هو من ناحية فعلا حسينا انه دي حاجة مختلفة ايوه جميلة، بالتصوير بالإضاءة بالضبط كده باللوكيشن الموجود، صح فكان حاجة فيها نوع من الاختلاف. صح ما كنت عاملة حساب انه يصير ضجة يعني، ولا كنت عارفة بانك انت بتعمل حاجة مختلفة فهتحمل لا الضجة طبعا ايوه زي ما تجي تجي. يعني مثلا هي الضجه كانت وين؟ مثلا في اللبس يعني، البنطلون وما بعرف كده ايوه شويه كده عدم الطرحه والحاجات دي. ايوه انا عارفه انها يعني حتعمل كلام وكده، انا قلت انا حاستفيد من الحاجه دي في انه الحاجه دي توصل، لانه انا اقول لك مثلا الزوله دي عملت كده وانت تقولي للبعدك والموضوع كده. لكن صراحه احيانا يعني انا اقعد ازعل طبعا. انا ما عندي مشكله انك انت تنتقد ايوه حاجه، ايوه لانه هو يعني حاجه ذات ما حصل فيها كلام، ما معناها ما صارت ضجيج، صح معناها ما عندها صوت اصلا. صحيح لكن الانتقاد في حد ذاته نحن المفروض نفهمه صح يعني. انا كفنانه انا فاهمه النقد معناه وشنو، اذا ايوه كان في الدراما او في الموسيقى صح، طبعا لانك دارسه المجال يعني. بالضبط كده يعني. انا فاهمه انه انت تنتقد النص او تنتقد المسرحيه او تنتقد عمل فني معين بطريقه معينه، لكن احيانا النقد بيقوم بيخش في حاجات ما عندها علاقه بالحاجه اللي تقدمت مثلا يعني. فالحاجه دي بتزعلني شديد. لا كانت 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 يعني ليه جيبك شنو؟ اي ما خلاص انت كل ما تمشي لقدام بتتعلم وبتتعود، وفي حاجات يعني حتى ركوزك انت وتماسكك ذاته بيزيد مع الايام يعني. أكيد طبعا. في أنا أحيي تماسكك، لأنه الحمد في ناس ممكن تخلي المجال ده بسبب صح انه صح الانتقادات لما تكون كثيره. في ناس ممكن تقوم تغير خالص من التوجه، انت ماشيه بفكره جديده صح يعني، صح انت عايزه تعملي تطوير في عمليه بالضبط الكليبات، كده لكن كويس بالضبط. انك يلا اخترت. هنا اللي بنتاخدوا ديل ذاتهم، ما نحن قاعد نعمل لهم الحاجة هم، ونحن بنحبهم وبنطلع وبندعب وبنشتغل في الشمس وفي الحر عشانهم هم يعني. صحيح فما مشكلة نحن بنستحمل منهم أي حاجة طالما إنه نحن يعني طلعنا عشان نعمل الحاجة المعينة أيا كان هي شنو من الطرح يعني. ايوه فما في مشكلة بنستحمل منهم أي حاجة، ولكن شوية كده في حاجات يعني. أنا ما أتكلم عني أنا، ما انا قاعده في السوشيال ميديا وبشوف كثير من المشاكل وكثير من الحاجات، وكثير يجيبوا لك مثلا فنان معين مذيعه معينه يتكلموا عنها بصوره بتكون صعبه وجارحه يعني. الكلام بيكون ما بخصني لكن بيكون موجوعه والله. ايوه ايوه فيعني شوي كده والراحه خفوا شويه يا جماعه والراحه. هو عموما المبدع ده داير يقدم طرح جديد، شكل جديد، يطلع عن المألوف شويه في حدود الانضباط اللي له علاقه بوضعنا في السودان بمجتمعنا بكده، فهي بتبقى معادله كده ووزنه. دي برضو دار عليها اسره متفهمه جدا، لانه نعم. انت اللي بيمشي في مجال واحد يا مفاز برضو بيلقى ما بين هنا وهنا من جوه الاسره. صح فكونه ما شاء الله يعني انت في مجالات مختلفه، بتجربي شويه شعر، تلحين، التمثيل، أم درمان طبعا عندها تأثير كبير أكيد أكيد يعني، طبعا ده أكيد بيحب الإيحاء الأول خلينا نقول اللي طلع من مفاز الفنانة اللي بدت من هي صغيرونة يعني. صح صح اللي هي البيئة اللي أنت بتقوم فيها. أنا طبعا عشان أصل للمرحلة دي أو عشان أكون فنانة وممثلة أنا تعبت جدا طبعا، حكيت والله القصة دي كتير يعني. أول حاجة من أبويا الله يرحمه كان الله عنده يرحمه مشكلة طبعا كبيرة في الموضوع ده يعني، على بال ما خلاص يتقبل الموضوع ده أنا كان نفسي قطع طبعا. لكن والحمد لله صبرتي. اي صبرت شديد، وكنت مصره انه يا اخي انا عندي حاجه انا لازم اوصلها يعني. فانا عشان اوصلها وعشان الناس ابوي وغيره واعمامي واهلي واصحابي عشان يقتنعوا بالحاجه دي لازم اعمل حاجه مغنعه. بديتي بالغنى من انا صغيره شديد، ايوه دي كنت البدايه خطيره حقت طبعا حفلات والعرس. من عمرك كم سنه؟ صغيره يعني ما اقول لك 3 سنين ولا شيء. لا دي بداية مبكرة بعدين جدا ايه عرس بيشيلوني منزلوني كده بكون برقص فوق طبعا. والله اتغليت. لكن يعني من بدري انت عندك الجرأة الأدبية اللي تبغى تطلعي مسرح، في حين انه الأطفال الصغار بيكون القصة ايوه الدورات صعبة. المدرسية في ايوه الأساس كنت بشارك في بالغناء دايما يعني، ويعني لو ما كده بكون في المجموعة تحت الموسيقى دي ثابتة ايوه
تكون يعني موجود. قاعدة، لو ما غنيت لازم أكون تكون قاعدة قاعدة وأسمع مزيكا تسمعي. وكده. جميل. الحاجة دي لازم تكون عندك من أنت صغير يعني. أيوة أيوة، عشان تطلع كل بالشكل ما الجميل. تكبر معاه كل ما أنت بتقدر تضيف يعني. ما ممكن فجأة أنا أجي في عمري ده أقول أنا فنانة ما عندها معنى. هي لازم تجي من عمر أيوة، عمرك. أي حاجة، الكورة، الفن، الرسم، الحاجة يعني أنت بتحس في الزول الحاجة من هو صغير شوي. قايم بها بالفطرة، قام بيها كده، أيوة انه هو في جيناته موجوده، بالضبط فهي كده. بيبقى كمان انه لو اكتشفها لك زول او انت اكتشفتها في نفسك، وبعد أيوة كده مساله بتاعت تطوير بتستمر في صح المشوار صح في مجالك. فعلا. ودي البدايه اللي احنا حابين برضو انه نقوم نسمع اغنيه عشان نمشي بعد كده، نمشي نشوف طوال الخطوات الجميله اللي انت جدا مشيتي فيها. جدا. نسمع واحده من اغنياتك، تفضلي. طيب. ما شاء الله عليك، الاحساس دائما بيصل. أيوة يعني الحاجه اللي افتكر خلتك تصل للناس احساسك الجميل والصوت اللي ما شاء الله عليك يعني، الحمد والخبره، لله. الخبره من عمر 3 سنين يعني هي صغيرة الحمد لله. درجتي في موضوع الغنى ده لغايه لما لحد الان يعني انت ماشيه بتطوري في نفسك، وافتكر برضو الدراسه كان عندها دور، وقبل الدراسه الجامعيه في الثانوي برضو كان عندك ايوه اسهامات كبيره. اكيد اكيد طبعا اكيد يعني. مرحله مهمه شديد انا في طبعا ما حياتك. درست موسيقى، ما درست خالص ايوه موسيقى، دخلتي. انا زول خريجه دراما تمثيل واخراج. ايوه لكن الفترة الطويلة اللي أنا شغالة وما زلت مع الكورال طبعا، طبعا كورال طبعا الموسيقى اكيد. والدراما دي ايوه يعني أنت لو يعني لو ما بتعرف خالص، مش أنت من صغير بتتعلم. يعني، لو ما بتعرف لازم تعرف. ايوه لازم تعرف أي حاجة بتخص المزيكا وكذا. طبعا هسه الأغنية دي كلماتي والحان يا ساكا كيف. بالله أيوه جميلة. دي أول عمل يعني، أنا مش أكتبه لأنه بكتب كثير، ايوه لكن ألحن يعني. ايوه أنساكي كيف دي هي أول عمل أنا قعدت كده بمزاج ولحنته وحسيته، والحاجات كلها جات مع بعض. جميل. سألتها مفاز قبل ما نبدأ كده، وقمت قلت لها يا مفاز يعني بتعزفي حاجة؟ قالت لي ما بعزف. زمان طبعا لما كنا بنعمل لقاءات مع أساتذتنا الكبار كان طيب. بيقول لك بيلحنوا بعلبة الكبريت. أيوة إيقاع كده. أيوة صح. إيقاع معين. أنت بتلحني كيف؟ مع الكلام، ما دايما طبعا بلحن يعني، عشان اكون صادقه يعني اكون اكثر صدق، بتجي حاجات معينه يعني. هسه انت لو جبت لي نص قلت لي هات لحنيه، ما هتقدر. على سبحان حسب ما بعمل الا الحاجه اللي انا بكتبها يعني، وما هي حاجه يعني. انا دايما بكتب شعر وممكن اشيل ودي الناس يقولوا ويغنوا ويشتغلوا بيه في حاجات وكده، لكن الحاجه دي بتجي مرات يعني. اللحن يا ده لحنت يعني كم مرة؟ ما كثير، 4 مرات هسه. في حاجة ظريفة كده لا جديدة جميل جميل، قاعدة في الاستوديو شغالين عليها. كويس ممتاز. اتمنى لها ان شاء الله تطلع كده ان شاء الله بالشكل هتعجبك. ان شاء الله باذن الله. اكيد اكيد كلامنا جميل وكلامنا ماشي جميل، ولسه في دهاليز كتير احنا ما دخلنا فيها وما تكلمنا فيها مع مفاز، وفي مجالات مختلفة وجميلة في شخصيتها هنكتشفها. بس فاصل قصير ونرجع نكمل حوار، خليكم معنا. اهلا مرحبا بكم مره ثانيه مشاهدينا. الليله احنا قريبين من شخصيه جميله، شخصيه شابه سودانيه عندها اكثر من مجال واكثر من مهمه ومسؤوليه هي شايفاها في حياتها، مبادئ مختلفه ماشيه عليها، كثير من الفنون اللي هي بتجربها ونجحت فيها بشكل كبير. مفاز بشرى اهلا بك مره ثانيه. اهلا بك والله. بدينا بالكلام الحلو من عمر 3 سنين بدايه الغناء ومشيت فيه خطوات جميله جدا يعني بالخبره كده، يكون عندك عمرك 23 سنه خبره في مجال الغناء كثيره اذا عمرك 26 وبعد طوالي جاء تمثيل صح؟ التمثيل ده في الكليه. ده في الكليه. ايوه. الساقك للكليه شنو؟ جبنا الدليل بتاع الجامعة. معاي خالتي سهير، ربنا يطرها بالخير وكل سنة وهي طيبة يا تحية إن شاء الله. فهي طبعا زولة أستاذة
وبعد ذاك امتحنت الشهادة وكده ونجحنا معي كم نفر من الأهل، فبقينا نكتب في الجامعة. قامت دخلتي قالت لي يا مفاز انت ممكن تمشي تقري اي حاجه، محاسبه اقتصاد، لكن الحاجات دي ما بتشبهك، بيشيل شهادتك بتقعدي ساي، انت ما تمشي تقري كليه الموسيقى والدراما. انا ما كنت عارفه انه في كليه بالشكل ده طبعا، قلت لها دي شنو يعني المفروض اقرا فيها شنو؟ قالت لي تتخصصي تبقي مخرجه، تبقي ممثله، دايره تغني، دايره كده. هي عارفه تفاصيل حاجاتك، عارفه يا زوله ما شاء الله عليها. قلت لها يا زوله اكتبي اخر رغبه طبعا، وهم قاعدين على الهبشه بس كتبت وشالوكي فيها طوالي. والله كويس، يعني خالتك هي السبب، هي السبب والله، يعني أيوة. اذا في حاجه كويسه انا بعمل فيها وظاهره للناس فهي بسبب خالتي، لانها هي اللي قالت لي خشي وكتبت لي دي واحده من الناس اللي شجعتك في شديد. يلا منو ثاني شجعتك؟ امي تعبت معي كثير طبعا في البدايه، سهر وتمشي والمسرحيات وحفلات الكورال وتقعد وتدعب وزولة بتنوم بدري يعني. ايوه ايوه وكذا الحمد لله يعني. الحمد لله الحمد لله. هنسمع غنية ونجي تاني. لا نسمع غنية كثير منك بصوتك الجميل طوالي. وفي النص نقوم نسألك كم سؤال حلوين كده. تفضلي. يا سلام على السحابة ديك عافية. دي السحابة دي كلمات وألحان الشاعر جهاد عوض الله. يا سلام. وبرضه تنفيذ الأستاذ عادل حسن. جميل. تنفيذ جميل، اللحن مع انه سوداني لكن أيوة مختلف. أيوة. شويه صح. شنو التكنيك اللي انت شغاله عليه في اغانيك؟ طيب الاحساس الغريب اللي انت بتحسيه في يعني انا مثلا الايقاع حق الدليل ايقاع سوداني طبعا. الاسلوب حقي انا في الغناء يعني انا مياله اكثر للسلالم السباعيه. أيوة. والخماسي. ايوه صحيح صحيح. فيعني الستايل في الصوت او طريقتي في الغنى هي السباعي، لكن بقوم بدمجه مع حاجتنا. ايوه فبتقوم تديك ميكس ظريف. أيوة. كده مختلف. أيوة. جميل ميكس. جميل. وافتكر برضو الاجتهاد في انه التسجيل يكون في استوديو بمواصفات مختلفه كدا. في نقاء خالص. أيوة الصوت صح. حقيقه. وفي الالات الموسيقيه بنسمع كل اله. أيوة. ما في زحمه يعني لا مرات لا. الواحد بيسمع اغاني بشويه بيحس بانه في بالذات لما ايوه طبعا حاجه دي عندها علاقه باختيارك. ايوه للاستوديو او الحته المعينه اللي انت داير تشتغل فيها، وبعد ذلك مهندس الصوت ذاته صحيح. هو يكون فاهم خامتك والحاجات اللي بتجي معك يعني. هو ما هو الشاعر مثلا بديك الاغنيه، حتى اللحن ده ما كان عامل كده طبعا. يعني ايوه لحن الاستاذ جهاد جاب بيكون اللحن جاف لسه ما في. أيوة. والطعم ده. أيوة. فبيقعد فيها عادل حسن مثلا. في عنده بصمه كبيره في الاغنيه دي. أيوة. لانه هو بيعرف خامس صوتي. أيوة. وبيعرف الطريقه اللي انا بغني بها، بيختار مثلا سلالم ظريفه مع صوتي. أيوة. نهايات البيوت او مثلا القفله زي ما بقولوا ممكن تكون عامله كيف تجي معاي عشان تكوني مرتاحه وانت ايوه الحاجه دي عندها علاقه كبيره جدا بالمهندس اللي شغال عليها. أيوة. هو تيم ويرك. افتكر انت أكيد. نجحتي جدا في أكيد. انه ما شاء الله شغالين بشكل الحمد جميل لله. خلينا نقول الموسيقى والغنى جعل حساب التمثيل ولا بالعكس انه دخولك ودراستك في مجال التمثيل هو اللي قام بقى على حساب الغنى؟ لا ما اظن في حاجه زي دي. حاسه انه في توازن يعني؟ ايوه بالنسبه لي انا. الناس ما بتشوف كده طبعا. بحس انه يعني بيجي زول يقول لك يعني طوالي بتعملي في غنى شنو التمثيل ده شغاله؟ طبعا ناس الدراما شغالين معي كده يا زول انت قريتي موسيقى ولا دراما انت؟ وكذلك ناس الموسيقى بقول لي انت طوالي ماشيه تصوير خال الحفلات وخال انت يعني هي يعني دي الاثنين لو واحد المفروض يركز في واحد فيهم. انت يلا جامعة الاثنين سوا. ما بقدر هما الاثنين كده يعني بالنسبه لي ما بقدر الاثنين ممكن اخليهم. ممكن تخليهم كيف؟ الاثنين نسيبهم يعني. ممكن يحصل؟ يعني ما اعرف على حسب يعني. لا لازم نعرف. ما انت مثلا في زول بيسالك هتخليهم باعتبار انه عندك حاجه جديده كمان ثالثه هتخشي فيها؟ لا ما كده. ما ممكن انت تساليني تقولي لي يا مفاز لو خيروك قالوا لك لازم تعملي حاجه واحده مثلا يا اما تغني او تمثل بقول لك خلاص ما دايره اعمل الاثنين لانه الاثنين اسلوب حياه في حياتك الاثنين هم حياتك شديد فيا وجودهم الاثنين يا ما موجود لكن احنا ان شاء الله لازم الاثنين يكونوا موجود احنا عايزينهم طبعا يعني هسه هاد الدراما اقوم امشي اغني اخلي الدراما حلوه من دون يعني ما بتبقى
يلا الدراما دي لازم نتكلم فيها شويه. ايوه حقيقه انتوا جيتوا جيل طبعا تحيه لكل الدراميين الكبار يعني اللي عندهم ادوار كبيره جدا وعانوا كثير حقيقه علشان يقدروا يوصلوا الدراما السودانيه بالشكل المطلوب في حدود المعقول والممكن. صح. جيتوا بفهم جديد بشكل خلينا نقول في تلقائيه شديده في الكلام. ايوه في سودانويه حقت البيت الجد السوداني، يمكن كان النصوص الدراميه شويه فيها شكل مختلف. بالضبط كده صح. الشيء الجديد اللي انتم قدمتوه ده حسب انه هو لاقي صداه كيف بالنسبه للناس؟ مبالغه طبعا شديد يعني الناس معجبه شديد يعني انا اتكلم لك مثلا عن نفسي. ايوه يعني. انا الحاجه دي انت بتشوف ما قبلك عملوا شنو. أيوة. تجي تبدا مش بتبدا من حتتهم، بتمشي مع بعض كده انت المفروض. أيوة. تعمل شنو من حيث ده طبعا بالاستفاده يعني. من الحاجات اللي ممكن تفيدك في طريقك في الحاجه اللي انت بتعمل فيها. يعني انا ما بشيل اي حاجه وامشي اعملها. الاسلوب مثلا حقي انا مفاسي تمثيل الاسلوب انا عاملاه بشوف كثير في كم حاجات مختلفة من الدراما لأجناس مختلفة لأفكار مختلفة. يعني أنا كنت دايرة أثبت حاجة لأنه نحن عندنا مشكلة في السودان كبيرة فيما يخص التلقائية في التمثيل. أيوة. مشكلة كبيرة جدا. أيوة. أنا مفاز حابة أثبت إنه لا التلقائية موجودة. أيوة. لكن أنت اللي بتعملها لنفسك بشغلك وبتعبك في الحاجة واجتهادك. أيوة. وكده هي ما حاجة صعبة يعني. أيوة أيوة. لكن ما سهلة. صح. ما سهلة. صح. يعني أنت مثلا عشان يشغلوا لك كاميرا وتجي تمثل مثلا دور كوميدي ظريف بدون ما تتعسم وتتعب والحاجة دي هي ما سهلة لكن ما بالصعوبة كده. يعني هي طبعا بتفيد فيها شخصيه الزول الكاركتر حقه. ايوه. خلينا نخش في حاجات ثانيه ليها تفاصيل كاركتر الشخصيه الكوميديه. نوعا ما مرتبطه بخفه الدم الشديده التلقائيه بتكون موجوده ساعات وزن الممثل والممثله. لا ما دائما يعني ما عشان ما امشي في حته ما تعمل الرجيم ولا تعمل الرجيم دي. لا لا طبعا هو الرجيم بتخدم طبعا هي في ادوار معينه. ايوه في ادوار يعني. طيب انا اقول لك حاجه عشان اوريك انه الكلام ده ما صح. انا في كثير من الشغل جاني وما قدرت اشتغله عشان وزني. كيف؟ زي شنو؟ يعني ادوار بتكون محتاجه مثلا يعني مع انه في ناس بالعكس بتشوف انه يعني انت مثلا شفناكي بالتوب لابسه كده مرة. أيوة. كده سوداني. أيوة. بتديكي عمر اكبر. أيوة. صح. صغيره غيره يعني ممكن اقول انه انت بتطوعي المشهد عليك. يا لا ما دي بعد يعني اقول لك شنو دي حرفنه ادائيه. انا ممكن اشتغل ممكن ما اشتغل كوميدي خالص طبعا. حاجه ما تكون عندها علاقه بالضحك ذاته لكن الناس ما حتقبلها. شديد طبعا. والله والله جربتي. ايوه مبالغه عليك الله. اي لكن يلا قاعده اتعب والله والله قاعده اتعب. انا اي حاجه شفت فيها حزون وفيها تعب وفيها الحاجه دي يعني بتعذبني انا اول حاجه. ما قاعده حبيزه لانك بتعيشي اصلا فاحسن أي أي. الناس تضحك احنا محتاجين نضحك. اي والله العظيم يستاهل الشعب دايما يضحك والله يستاهل. أيوة. يستاهل انه دايما يسعد وينعم بكل شيء جميل حقيقه. صح. وده دوركم الكبير حقيقه يعني الفتره اللي فاتت والفتره الجايه اكيد. أيوة. ان شاء الله باذن الله يقدرنا. ان شاء الله. نسمع اغنيه طوال. يلا تفضل. شفت الزولة دي ممكن تبكي كيف؟ ليه؟ ما ابكيك شديد ويا اجي اضحك. عندك ضحك. الاغاني مرتبطه بالدراما، الاداء بتاع الاغنيه يعني المؤدي المطرب. أيوة. برضه بكون فيه جزئيه كده دراميه بيعيش الاغنيه وبيعبر عنها بشكل، هل بتفتكر انه الحكايه دي فعلا موجوده؟ اي لكن ما عندي فنان طبعا. يعني المفاز. لا ما حصريا. لكن يعني ما في فنان مثلا بيغني بيكون صوته جميل والتوزيع والحاجات حلوه لكن هو فلات مثلا ما في اي تعبير ما في كذا فما عارفه احتمال الفنان هو الفنان لو درامي الحاجات بتكون ازيد طبعا. أيوة. الاحساس بيكون ازيد. ايوه
ليه؟ لأنه هو اوريدي بيتعايش مع أدوار وقادر يعني بحس الحاجة أكتر يعني. ايوه بحس الكلمات اكثر، أيوة بحس طبعا الوجع اكثر، أكتر اساس. من من أي فنان تاني يعني. ايوه أي بيعيشها كثير، بيعيشها اكثر، بيحسها بتفاصيلها بالضبط الدراميه، كده. ممكن خياله يمشي مساله الدراما اكثر أيوة كمشهد، أيوة أيوة وبعد كده الاغنيه نفسها من ناحيه كلمات من ناحيه لحن هي صح بتبقى اكبر يعني. بالضبط كده. ودي نعمه ربنا اداك ليها الحمد مفاز، لله الحمد والله لله. الحمد لله. نشرة نسوان ونشرة الأخبار اللي كانت عجيبة، العمل الضجة كده خلينا نقول في البيوت نسوان السودانية، النشرة. جميلة دراما نسائية يعني. يعني لما تفتكري إنها نكون نجحت ليه؟ عشان نسائية بس وعشان الناس اللي اشتغلوا فيها مثالين شديد طبعا، وعشان المخرج شاطر أيوة يعني بيعرف يختار تيم يعني هو فاهمه، والتيم قادر يفهم المخرج هو عاوز شنو، والمخرج قادر يطلع منك يعني الحاجة اللي ممكن تعجب الناس. ما نحن في النهاية زي ما قلت لك بان نحن نشتغل عشانهم هم يعني، صحيح. فبنشوف الحاجة الحاجة اللي حابينها الناس اللي بنشوفها في النت في الفيس في كده العاملة ضجة مثلا، ايوه نجي نشتغل عليها بصورة درامية كوميدية كوميديا، صح وبتصل. صح وانا بالنسبة لي حريم سيتي لو معلش لانه كده انا اتلخبطت، لانه حريم سيتي برضو من نفس الناس نفس دي ايوه كانت رمضان ده طبعا. ايوه صحيح صحيح، تحية لكل نفس التيم الفكرة حقيقة، يعني، التحية لهم كلهم كلهم للتيم حقيقة. والأستاذ أبو بكر الشيخ يعني، إنه دايما قاعد يسنح لي الفرصة في إنه أنا أشتغل في أعماله دي. فالاثنين نقول نشرة نسوان وحريم سيتي. ايوه صح. فهي لو ما كانت نشرة نسوان مثلا، نسوان كان شوية بتكون الحاجة العادية المتعودين عليها في ايوه صح، الدراما، جيتوا بمفاريكم ومقاشيشكم وقصص أي حاجة في وحاجات البيت بس جبناها. بيت السوداني جابها. مفاز عملت حاجة جميلة جدا حقيقة، وزيها زي مبدعين كتار ووطنيين كتار. الفكرة ما فكرة انه واحد ممكن يوقف اكل عيشه عشان الوطن، دي حاجة سهلة يا جماعة حقيقة، فيها تفاصيل كثيرة جدا، لأنه في ناس كان بتستسهل الموضوع ده، بتقول إنه هو الوطن يستحقه، بالفعل الوطن يستحق، لكن فكرة إنه الناس توقف أعمالها، توقف غناها، توقف دراماتها لقضية كبيرة اسمها وطن، اسمها سودان. فمفاز كان عندها الدور الكبير، كلمينا عن التجربة دي مفاز. طبعا الحاجة المعروفة إنه الفترة اللي فاتت دي كانت فترة بتاع تغيير فيها كمية من الألم طبعا والعذاب طبعا. وانت بعدك انت بتتجرد من اي حاجة بتخص شخصيتك مثلا، ما بغض النظر انه دي مفاز ممثلة مغنية، دي حاجات لو ما الشعب التعب ده ونحن زاد وما كنا حنصل صحيح لها. صحيح. فكانت بتحتاج انه انت تتجرد من الحاجات دي كلها تحطها بالجنب وتمشي تقيف لانه وطنك محتاجك في اللحظة صحيح دي. صحيح. محتاج مفاز السودانية. ايوه مفاز السودانية ده أيوة بلدها، بالضبط. ودي وده يعني ده كان انت ما بتقدر تشتغل ما بتقدر تعمل اي حاجة يعني. صح انا ياما حفلات شغل تصوير انا ما وقفته لانه انا محتاجة انه مثلا انا اكون في الغيادة أيوة صحيح يعني. انا في ناس قاعدة في الغيادة بتتعب وقاعدة في صحيح الشمس وقاعدة بالليل ولحد ما دخل رمضان الناس جعانة صحيح وقاعدة، أيوة ممكن انا اكون بصور يعني صحيح. بالمنطق كده. ما في حاجة حلوة تخليك انك تمشي ولا بقدر اصلا. فكان لازم انت تكون في الغيادة وتتعب وتمشي في المواكب ويجدع فيك بومبان صح وتبكي صح كده عشان لما تجي حاجة حلوة زي الحاجة الحاصلة الايام دي انت تحس بانك انت فعلا تعبت. وتدي نسائم جميلة، طبعا نسائم تغيير، طبعا نسائم يعني يكوناكي. مثلا انا لما كنت بمشي الغيادة ايام كان الاعتصام، نعم لما الناس اللي هناك يتلفتوا يشوفوك الناس دي بتفرح رغم صح التعب صح والعناء والعذاب اللي بتخفف هم قاعد كثير عليهم. بتخفف عليهم يعني، كونوا يشوفوك يضحكوا يجوا عليك يسلموا انت في اللحظه دي احنا ما دايرين وانت الحاجه دي. بتأدي برضو في مهامك اللي هي بتاعت التوعية ايوه والرسالة، ايوه بتديها لهم وانت موجودة في بالضبط وسطهم. كده. بتقيف بتتكلم معاهم بتتفاكر بتجي هتافات جميله وتقول معاهم وتحفظ، وانا كنت حريصه صحيح جدا انه انا احفظ يعني الحاجات دي. صح فيعني كانت ايام انا ما بتمناها ترجع
بنفس الألم اللي انت هتبيعه، أيوة. ولكن ترجع عشان اللمة السمحة اللي الروح اللي كانت موجودة هناك الروح اللي جمعت الناس، دي ولما كانت أجمل حاجة، صح. وأنا بتمنى إنها ما تختفي وما يا رب. تبعد، لأنه ما صدقنا إنها اتلقت صح. وبالسهولة وبالسلاسة دي، يعني وبالتلقائية الشديدة دي، حاجة ما طبيعية. صحيح والله. يعني عشان أنا ما كده حصل مشيت هناك ما بكيت في صح الغيادة، ما حصل، صح كل ما امشي انا مرات بمشي يوميا، مرات بكون مثلا عندي حاجه ما بقدر امشي الليله، امشي بكره او بعد بكره، فلازم تبكي ايوه من منظر، من شباب قاعدين بيغنوا، من صور الشهداء لما تجي مره، صحيح. حاجات هي مشاعر كانت مؤلمه. مختلفة حقيقة، تداخل غريب وجميل كان موجود. ايوه نتمنى إن شاء الله للوطن الكبير السودان اللي بيستحق حقيقة ان شاء الله ان شاء إنه الله ننعم فيه بسلام وأمان ان شاء وأمن، الله دائما يكون نكون إحنا موجودين في نصه كده بكل فرحة ان شاء وجمال الله إن شاء الله. الأيام الجاية نتمناها كلها خير ان يا شاء الله وفاز. ان شاء أنا الله. سعيدة بك كثير حقيقة، وانا اكثر والله، وأنا مبسوطة جدا بوجودك معنا انا كمان وتشريفك في الشروق أول مرة، وإن شاء الله ما تكون الأخيرة، هتكون طوالي ان معنا إن شاء شاء الله، الله ان شاء الله على ونتمنى لك طول كل الخير. وأنا ان شاء سعيدة الله. إنه كمان عندك عملتي أغنية توزيع جديد لأغنية ايوه وطنية. اغنية وطني يا جميل، سعد، تحية ليك وتحية لكل المبدعين اللي معاكي، الله يخليك، وشكرا جزيلا، كل سنة وأنت طيبة تسلمي وسالمة يا تسلمي ربي. يا استاذ، أنت كل عام. تسلمي.